ازيك يا حسن؟ عامله ايه يا منى؟ عامله ايه يا منى؟ مساء الفل عليكي. الحمد لله. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه، بعد الايام علينا جميعا يا رب. وانت طيب، وكل سنه وانتم طيبين يا رب. وانت بالف خير يا رب. جاهزه العيد يا منى؟ هي صوتها عيد كده، تحس فيه فرحه، ما شاء فرح. الله. جاهزه للعيد يا حبيبتي؟ ايه ده؟ جاهزه للعيد؟ الحمد لله كويس. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. اموري 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 يا حبيبتي. اتفضلي سامعيني. اتفضلي. عايزه بنت طريقه الكعك بالمقادير بتاعته. حاضر، من عندي قبل العندي حبيبتي. حاجه ثانيه؟ تحت امرك. كل سنه وانت طيبه. جبت فستان العيد ولا لسه؟ لا انا جبت ان شاء الله. جبت. مبروك يا حبيبتي، كل سنه وانت طيبه. طيبه يا منى. هقول لك الكعك حالا دلوقتي. اتفضل يا فندم. الكعك زي ما اتفقنا مع بعض، كيلو دقيق يكون مكتوب عليه دقيق كحك، مش لازم جميع الاستعمالات عشان ما يكونش بدل جلوتين فيه جديده. ايوه. هحط عليه ربع كوبايه سكر، ربع كوبايه دقيق سميطه، باكو بيكنج باودر وسنه ملح. ده الكيلو. بعد كده هنجيب له، عايزه صوري واكتبي حسني جاهز لك اهو على طول. أيوة. بعد كده بالنسبه بقى لايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للبن هنحط كوبايه لبن، هنحط فيها ندفيها عشان ايه؟ تتجانس مع بعض مع الدقيق ومع الايه والسمنه. عايزه الكحك ناعم، كوبايتين ونص من السمنه بارده من العلبه. حضرتك عايزاه محمل ناعم برضو، يبقى 400 جرام من السمنه هتعمليها على البارد عشان ما يعملكش حموه. وبعد كده بتدي له كوبايه لبن، العجينه سماغت بتغطيها وتريحيها تلت ساعه، بعد كده بتشكليها وبصميها وتريحيها على الصاج تلت ساعه، وبعد كده تدخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. طلعيها، خدت الكعب بتاعها اللي هو الدهب الفاتح ده. أيوة. تسيبيها يبرد، وبعد كده تجمعيها من غير سكر. من غير سكر. وقت السكريه عند التقديم. صح، الشيف حسن قال لنا وقت التقديم نحط سكر البودره عشان الجو في الرطوبه هيلزق فيها بالظبط، هيبقى شفاف كده ويعجن. لا، والرطوبه لو مسكت الكحكه خلاص بلاش لازم. لا، هتتاكل برده. ما تاكل برده بالهنا والشيف. مسكتها ما مسكتهاش؟ مش اوعي تحطي سمسم. ليه؟ السمسم مع السمنه بيعمل اجزاء. والله. زي الليمون مع الكراميل، زي الليمون مع الشوكولاته. يعمل اجزاء. إيه؟ يعمل اجزاء. وما هي بصي الاجزاء الطعم المتغير. شوف هنا يا تركاتك يا حسني، نعمت عندي الزبده مع السكر مع الابيض بيض ازاي يا لميس؟ عشان انا ايه، واحده واحده مشيت معاها واحده واحده. شفت الفانوس بتاعك بيتحرك بيمشي اوتوماتيك اهو. اروح جاي يا حسني جايبه الجناب تاني عشان انزل ايه الدقيق بتاعي، يبقى كله متجانس. كله متجانس، وانزل الدقيق اللي فيه سنه ملح. اللون هنا بتحطه امتى يا شيف؟ بحطه اخر حاجه. ممكن تحطيه دلوقتي، ما فيش مشكله. طب يلا. وبقيه المقادير الريد فيلفت كله بقى، الحشوات بتاعتك زي ما انت شايفه كده قدامك، تحشيه بالمربى، مشمش، مربى مشمش، شوكولاته بيضة، شوكولاته بني ساده، فستق اللي عندك، شويه جوز هند اللي عندك، ما توقفيش اللي عندك، تعمليه توبنج له. اهم حاجه جبنا كل الايه، الخليط بتاع الزبده والسكر الابيض بيض والفانيليا مع بعض. حطيت له اللون اللي فيه ساور كريم او رايب مع زبادي عشان قلت الطعم الحمضي الجميل اللي بيبقى بالزبط. في الريد فيلفت. حلو قوي. يعني الريد فيلفت مش في الكيكه بس، في كل في البسكوت، في الكحك، في البطفور، في الكيك، في اي انواع، اي انواع الكوكس كلها بانواعها. حلو قوي. هو ما فيش بوتيفور بالقرفه؟ في بالقرفه. بالقرفه؟ بالقرفه، في بالقرفه. والله نفس المقادير اللي احنا حطيناها دي، هنحط مكانها لبن ونحط له قرفه تكون مغليه فيه ومتصفيه خالص، واخده روح القرفه. حلوه. هنا خلاص مكست كمان. انت قلت لنا معلومه مهمه جدا، انا قلت ان البوتيفور عشان يبقى كريسبي بنحط بياض بيض بس. ابيض بيض فقط لا غير. لو انت هتحط البيض كامل تاكدي ان هو بعد ما يبرد هيبقى طري. عايز شويه لون كمان؟ هنشوف كده اهو، هنشوف مع بعض الاول عشان شويه الكاكاو. الابيض مع البينك هيدي الكاكاو، هيعمل مخملي، هيدي سماوي فاتح، سماوي على السرعه الاولى برضه اهو عشان توصل المعلومه. اهم حاجه واحنا شغالين كده يا لميس، ايه عندنا الفرن يكون شغال على درجه حراره 180. الفرن ما تخافيش مشغليه، لانه في ترموستات لما بيجي عند الحراره اللي احنا عايزينها اوريدي بيفصل لوحده، يعني لو ظبطها على 180 او 200 او 250 في ترموستات بيفصل لوحده، مش هيستهلك كهرباء وفي نفس الوقت يكون ساكن. مش الحلويات بس، الفرن ما بيفصلش لوحده. الفرن لا، ازاي شغال؟ اي فرن فيه ترموستات ايوه بيرن، لكن مش شرط يفصل لوحده. يعني ايه بيرن؟ هو
هو كل الناس شايفه هيجيبوا الماركات بتاعتك. لازم يفصل يشتغل تاني لازم. مين ده؟ اي فرن. محدش قال. والله ده عندك الفرن شغال 24 ساعة كده. ما هو ممكن الفرن يفضل شغال. لا في ترموستات ما بيوصل للحراره انت ظبطها بيفصل. يا نهار ابيض. بص يا حسن. اللون حلو قوي، مخملي 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 خالص، بس حلو مع الكفطاطين اللي انت بتجيبيها. ماشي صدقي ماشي مع الكفطاطين. انت فنانه بتفني. انا هقول لك ايه، انت فنانه حاسس فنان. هنا بقى البتيفور بتدهن الصينيه ولا برضو زي كل الكحك ما بتدهنش الصينيه؟ لا ما بتدهنش الصينيه لان اوريدي يكون فيها ماده دهنيه مش هيلزق، بس اهم حاجه الصاج بتاعك يبقى ناشف مغسول وناشف. مغسول وناشف ما فيش فيه ميه. ما تجيش تقولي هي فيها ماده دهنيه ويبقى فيه ميه. يبقى ده اهم حاجه. هو اللون اللي احنا عملناه اهو زي ما انت شايفه، والريحه تصدق اللي هي بتاعت الزبادي بالزبادي والكريم شيز او الايه الساور كريم او الايه الرايب مع بعض. تقدري تعملي ده وتقدري تعملي ده. اهم حاجه بقى لميس في العجينه دي التقطيع لازم يكون ضغطه واحده عشان كل المقاسات زي ما انت شايف يا حسني قد بعض. ايوه. بولة دقيق صغيره يا زياد. هنعمل ازاي التجويف اللي هنا ده كده؟ بص التجويف ده هنعمله ازاي عشان بعد ما تستوي هنديها ايه، شوكولاته بيضة وشوكولاته غامقه زي ما انت عايز. بنحط صباعنا في الدقيق ونعمل. الله ينور. انت هتعمليها كلها دلوقتي؟ والله. والله.